بسم الله عن تكلوا الله فاضي بستين ديال الشمس اللي عاد مدي هادشي زي اتصوص كنطلع الريحة بعد الريحة كتعطي الدرس ديالنا اليوم مع الشاف زين العابدين الاصطلاة ديال الحوت بكل التفاصيل ديالها بكل التقنيات ديالها تنجح لكم بكل سهولة ان شاء الله. تبارك الله تبارك الله شي مهوره زين العابدين يلا الصحه والراحه. السلام عليكم الشيف زين العابدين، اش غتقدم لينا اليوم؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بسطيله الحوت عاديه اللي كانوا تيديروا الناس الاولين مبسطه ما فيهاش ماشي بحال دابا اللي كاين فيها تعديلات ديال الافراح والمناسبات. يعني عندك كاينين اطباق اخرى ديال بساط الحوت باشكال مختلفه؟ تبارك الله راه داكشي بحر ما فاش كاين داكشي اشكال كثير لا في الديكور لا في التزيين ديالو ولا في المكونات ولي فروماج وان شاء الله توعدنا كل مره ان شاء الله وقت ما تلاقينا غادي تدي لينا شي شكل ديال البسطيلات ان شاء الله ان شاء الله. دابا ان شاء الله هذه البسطيله ديال اليوم راه غير ربع ديال البسطيله الكبيره اللي كنديرو مكونات قليله فحال المول ديال 30. هذا القطر ديالو ديال الداخل 30 سنتيم يعني ديال شحال ديال الاشخاص؟ تقريبا 6 ديال الاشخاص. يلا ان شاء الله نقدمو مكونات. نص كيلو ديال الكالامار تنقردوه هكا دوابر وما نساوش الجناح ديالو حتى هما كنديروهم والريوس حتى هما تنقردوهم راه حتى هما كيزيدو بالنعناع كيتكالو كيجيو زوينين. ايه ماشي بحال الكونجلي تيكون فيه غير داك الدوائر هكا الدوائر الدوائر وما تيكونش بنين وكنديرو معاه ذوك القشور ديال الكروفيت اللي نقينا كنديروه في الماء يطبخ هو اللي كنزيدوه مع الكالامار فاش تعطي البنة يزيد ليه بنة أكثر يزيد بنة أكثر. تنديرو معاه اللقامة الأولى تنديرو مع الكالامار غيطيب تنديرو ثلاثة د الوراق الموسى واحد ستة ديال الدروس ديال التومة محكوكين الملحة حسب الذوق معلقة صغيرة د البزار معلقة صغيرة د السكينجبير ومعلقة د الكمون صغيرة وربع كاس ديال الحامض. أنا أصلا كندير كاس كبير العنبة كله في بصيلة كبيرة وواحد شوية ديال الخل البيض وزيت المائدة والماء اللي كنزيد الكالامار. هاد القيمه هادي كان توابل اخرى هادي توابل اخرى حتى كيطيب الكالامار هو نورمالمون الكالامار تيبغي جوج دقائق ثلاثه وكيطيب ولكن المشكل اللي تيكون اننا ملي كيطيب هكا ونعاود نديرو في البسطيله كطيب في الفران تيعاود يزيد في الطياب تيقصح صح كاين هذا المشكل صعيب في المذاق كيكون عاصي عاصي. كنديرو انا في كوكوت مع ديك القيمة ونسد عليه واحد نص ساعة ما كان يطيب مزيان حتى يرجع زبدة ديك الساعة ديرو في البسطيلة ما كاين حتى مشكل. دابا الشيف زين العابدين عطاكم الحل ديال الكالامار يجي طري في البسطيلة ديالكم وديك الساعة ملي كيطيب الكالامار كنصفيه وداك الماء فاش طاب الكالامار اللي كنزيدو معلقة صغيرة ديال الخرقوم عاود زيد معلقة أخرى صغيرة ديال الكمون ومعلقة صغيرة ديال التحميرة تنزيد لاصوص بيكونت حسب الذوق ولاصوص الصوجا ولاصوص نيوكمان والحوت ديالنا كنديروه في ندير فيه الثومه تندير واحد جوج دروس ديال الثومه معلقه صغيره ديال الكمون معلقه صغيره التحميره والملحه نخلطو مزيان وتنديرو في الفران يطيب باش يبقى شاد راسو. اسمح لي اش من نوع الحوت غير يكون غير بيض ولا اللي كان مهم غير يكون ماشي ضروري نوع معين ديال الحوت غير يكون الحوت ما كيتفرتتش ضروري هذا باش يبقى لينا الطرف ديالو باش يبقى الطرف مقادين. والكروفيت كنخليوه هكا خضر خضر ما تنديرو فيه لا القابه لا الملحه لا والو تنديرو خضر في وسط البسطيله من الاحسن باش تيبقى لوكو ديالو بنين ما الا درت ليه القامه وداك الشيء كتجلى ما تتعرفش كتاكل ديما انا ضد الناس اللي كيديروا لي قامه الكروفيت الصراحة كيبقى الذوق ديال والمذاق ديال الكروفيت حقيقي ما عليهش تعديلات. هذه الشعرية الصينية اللي كنديرو باكية صغيرة هذا الكروفيت غريز للديكوراسيون هذا الدقيق والماء اللي باش غادي نزيو به الورقة
يلا نبداو على بركة الله. على بركة الله نبداو. نديرو الكالمار ديالنا في كوكوت، غادي نديرو ديك العطرية الأولى اللي قلت لكم كلها. نديرو الماء ديال كروفيت لي تقريبا شحال غادي يكون شي نص سيترو ديال هاد البويون ولا تقريبا شي نص سيترو، وكنزيدو ربع كاس ديال الحامض، الخل الابيض، الزيت، ونزيدو كاس اخر كبير ديال الماء، ونديروه فوق العافيه ان شاء الله ويطيب. غادي تسد عليه الكوكوت. غادي نسد عليه الكوكوت بالصفاره ديالو. الصفاره ديالو ان شاء الله. ودابا ندوزو للحوت ديالنا اللي غادي نديرو بالقامه. غادي ندير الحوت في واحد المقله اللي غادي نديرو في الفران، ونديرو مع هاد القامه الثومه الكمون التحميره والملحه، ونخلطو مزيان. يتشرمل كلشي، كل طرف ياخذ حقه في التوابل ديالو. ندير واحد شويه د الزيت في المقله، ونحطوه في الفران يطيب ان شاء الله. دابا هاد الحوت كتبغي يطيب في الفران باش يطيب في الفران باش يبقى شاد راسو، ما يكونش شويه ما يكونش. شحال غادي يشد لينا؟ شي 10 ولا 15 دقيقة؟ لا لا غير ما كملنا كاع 10 دقائق. المهم تقريبا شي 5 ولا 6 دقائق هي غتطيب. الكلام ديالنا ها هو طاب، إلا جربتو ندير تيرجع الزبدة تاعي تيتقطع. دابا طاب مزيان وغادي يبقى هكا طايب، ما غاديش غادي يبقى هكا طايب ما غاديش يقصح. دابا غادي نصفيو الماء ديالو فاش طاب، وفاش غادي نديرو ديك القامه الاخرى ولي صوص. دابا من بعد ما صفينا الكالمار من الماء ديالو فاش طاب، غادي نزيدو هاد القامه الاخرى، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه اخرى ديال صغيره ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال التحميره، وتنزيدو لي صوص. تنزيدو لاصوص نيوكمام، تقريبا شي معلقه كبيره، ولا صوص الصوجا الا كانت ثقيله احسن. الا كانت ثقيله احسن، هذه خفيفه. حيت انا هذه هي اللي لقيت، الدوبل ديال هذه هي اللي لقيت عندي في السوق. ولا صوص بيكونت، لا صوص بيكونت حسب الطوب. ودابا كنديروا هذا الشيء، هذا اغلى شويه هم ما يغلى هذا القمر اللي درني فيه دابا، ونحطوا فيه الشعريه الصينيه. يعني هذا الشعريه الصينيه كتسم لينا مزيان بهذا المرق ديال الكروفيت والكالام. الحوت ديالنا هو من بعد ما طاب ما تنخليوش حتى ينشف بزاف، ثاني كاع ينشف في راسو مزيان. تقريبا شحال ديال الوقت؟ تقريبا شي 5 دقائق صافي طيا وكيطيب. وهاد لاصوص ديالو فاش طاب ما تنضيعوهاش حتى هي، تنزيدوها على داك لاصوص فاش طاب الكالام. دابا هي لاصوص هي غلات، غادي نلوحو فيها الشعريه ونطفيو العافيه. تطيب غير في السخونيه ديال تطيب غير في السخونيه ديال لاصوص. خليوها هكا حتى تشرب لاصوص. غادي تشرب هكا لا تشرب كلشي هذيك لاصوص، غادي تشربها كامله. وراه بنين عرفتي الريحه اللي كتعطي ديال هذا فواكه البحر رائع. المكونات ديالنا هما دابا موجودين، الكالمار من بعد ما صفينا من الصلصه، والشعريه اللي درناها في الصلصه حتى شربت الصلصه كلها، وكانت شي هاد الشعريه تاكلها غير بوحدها. الحوت ديالنا ها هو حتى هو راه طايب، والكروفيت هو راه خضر، غادي نديرو في البستيله خضر. دابا ندهنو المول ديالنا هو الاول. هذا الصحن فاش غادي يطيب طيب لينا طيب لينا بالبستيله، كيدهن بهذا الزبده والزيت مخلوطين نص نص. كنديرو الورقة الأولى ديما الجهة الملسة لتحت والحرشة الفوق. أنا الطريقة ديالي اللي كندير أنني كندهن الورقة مزيان باش تكون مقادة البستيلة ما كتكونش. دابا كندهنو الورقة ديالنا مزيان بالماء والدقيق. دابا هادي طريقة خاصة ديالك، هذا من الأسرار ديال الخدمة ديالك.
ها هي هكا تعطيها لينا لكل الورقه الثانيه. تا هي كندهنها بالماء والدقيق. هذا هو لاباز ديال الورقه اللي كت باش ما تقطعش ما تهرس ما حيت كاينه كتنفخ لينا في الفران وكتبدا تهرس في الطبسي كتكون ما منظوراش. كندير الثالثة الواحدة كنديرها عادية عاد كندير الورقة في جناب. كندير النص كثير على برا النص قليل لداخل ديما الثلث ديال الورقة على الثلث الأخرى. هانتوما طريقة احترافية موضحة لكم بكل التفاصيل. الشاف ما خبى علينا حتى شي حاجة. هانتوما الطريقة باش كيخدمو باش كتعطينا لا فينيسيون البصيلة ديالنا كتجي الوجه ديالها مقاد ناضي. كنجمع هاد الورقة هكا كندير ورقة وحدة فوق منهم صافي ماشي نبقى نزيد الوراق. دوك الوراق اللي كندير في الفوق تنديرهم كلهم الجناب مرة قبل ما نديرو الشعرية ديالنا ولا فخص. تندهنو الوراق بديك الزبدة والزيت اللي باقية وللإشارة هاديك الزبدة والزيت هزفت فيها شوية ديال لاصوص الصوجا وشويه ديال التحميره باش تعطي اللون للورقه. ضروري الدهن باش تخرج من القرمشه. عاد بنديرو النص ديال الشعريه ديالنا اللي قطعنا من بعد ما قطعناها طبيعي الحال. نديرو الكراميل هكا ندير كل حاجه بوحده باش نتحكموا فيها تكون ماشي شي لا موزعين مزيان موزعين مزيان. نديرو الكروفيت حتى هو نفرقو. الكروفيت راه دغيا كيطيب غير بديك السخونيه ديال الفران راه غادي يطيب والاشاره غادي يطلق المذاق ديالو بزايد في هاد المكونات. ونعاودو نذكرو بأن شاف زين العابدين راه تخيتور في صويرة وكي أي واحد عنده شي طلبيات ولا بغا أي استفسار ممكن يتصل بيه. التليفون ديالو ولا الفيسبوك ديالو راه غادي نحطوه في صندوق الوصف. غادي نزيدو النص آخر ديال الشعرية هنا ممكن الشعري يزيدوا من باكيه صغيره حتى الباكيه كبيره عندهم الاختيار ممكن. عندهم الاختيار. دابا كنبداو نتنيو الورقه ديالنا نسدوها. اولا كندير واحد الورقه في الوسط كنبداو باخر ورقه اللي تليت بها. ايوا هذه نقطه مهمه. نتني هكا ونعاود نتني هكا وندخل الجناب. غادي نعاود ندير هكا هذا الطرف التالي كندير على البسطيله ونتني هذا هكا وندخلو الجناب. وهاد التقنيات راه قليل اللي كيعطي بحال هاد التقنيات ديال السدان ديال البسطيله. هانتوما شوفوا التقنيه باش كيخدم الشاف. وبدا باخر ورقه تحطات في اسميتو في المول ديال البسطيله في الاطار. باش كتجينا البسطيله ديالنا مزيره ومجموعه مزيان. دابا كندهنو هكا بليدان ديالنا اللي كاين ندخلو الجناب. ونعاودو ندهنو بالدقيق ديالنا باش تشد ديك الورقة الفوقانية. هذا الخليط ديال الدقيق مع الماء صافي وكتكون القوام ديالو ما تقيلش بزاف
وما خفيفش بزاف. اخر مطاف تنديروا الورقه ديالنا. واش هاد الفصل واش ضروري تكون الورقه البصيله ديال نهارها ولا ماشي البصيلة؟ لا ماشي ضروري تكون الورقه ديال نهارها. المحنشه هي اللي كتطلب تكون الورقه ديال النهار. دابا هاد الورقه ماشي ديال اليوم، ديال البارح كانت في الكونجيلاتور، خرجناها ارتاحت شويه تلقات هي باش خدمنا. ايه يعني حيت راه كيبقى لي كتبقى لينا الورقه داكشي واش نستعملوها ولا لا. ندهنوها هكا في الدهي من الفوق. كتبغي لي ده مزيان ولكن راه ملي كيطيبو راه كتصفيهم يعني راه هي ضروري كيف الفران تكونوا موجدين فاش تصفيوها. كيف تخرج الفران ديري كتصفيوها غير تحطوها راه دقيقة جوج غير كتشرب ليدان ديالها. وهادو من الأسرار ديال الخدمة الإحترافية. تا دارتي لي عليك ليدان مزيان حيت منطقية راه هي اللي غادي طيب لينا ديك القشرة. دابا نديروها في الفران طيب. صافي الفران يكون مشعل على 180 ولا 180 لمدة تقريبا ساعة الا ربع ساعة المقلة ان شاء الله. البصيلة ديالنا هي طابت دوزات شحال ديال الوقت دوزات؟ ساعة الا ربع، 45 دقيقة. هانتوما التقنية باش كيصفي كيف خرجها ما يتسناش ولا دقيقة، غادي خصو يصفي داك ليلا. نقلبها في التبصيل. نقلبوها في التبصيل ديالها. دابا هي البصيلة ديالنا من بعد ما قلبناها لقيتها شويه مازال ما تحمرات، عرفت رديتها تحمرت شويه وغادي نردوها للتبصيل ديال التقديم ديالنا. وشوفوا كي رائعه زعما بيان فيني جات مسطحه تبارك الله عليك. هذيك التقنيه اللي درتي تبارك الله عليك عطات لينا لا فينيسيون البصيلة ديالنا تبارك الله. شفتي شي الريحه تعطينا لا تعطينا بصحه وراحه. يلا تبارك ممكن نكملوا ديرها هنايا يعني. المراحل ديال التزيين دابا عاد عجا عبد الحنين كيعاوننا تبارك الله عليك السي زين العابدين. هانتوما التقنيه ديال ان البصيله ديالنا تجي مسطحه وبيان فيني. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتكليكيو على الجرس وتديروا الاعجاب وممكن تزورونا في الانستغرام شيف مهري وشيف لبنى مهري. واللي بغى يتواصل مع الشيف زين العابدي باقي مازال ما درناش في الماتش الاخر وداك الشيء هذاك ثاني. لا لا باقي انا غير كنقول لهم اللي بغى يتواصل مع الشيف زين العابدين راه غادي نحطوا الرقم ديالو ديال الهاتف وحنا غادي نكملوا التزيين ديالنا. احنا النتيجه النهائيه ديال البصيله ديالنا ديال الحوت هانتوما مع الديكوراسيون اللي دار لينا الشيف. في الحقيقه دابا الشيف زين العابدين مهلا فينا بالشهيوان. هبستي لهاد الحوت، هبستي لها مخلطة بلاشي ديال المحنشة، هبستي لها ديال تخواصوخت، الله تبارك الله زعما. وكاين مازال ما يدار عنده بزاف ديال أنواع ديال البساطة. أييه، مرحبا بكم عندنا في الصويرة إن شاء الله. أييه، إن شاء الله. وراه إن شاء الله غادي نمشيو نديرو عنده واحد نسجل عندك شي حاجة في الصويرة. إن شاء الله. واللي بغى يتواصل معاك وعيط لك المدن كترحب. ما كاين حتى مشكل. ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا بالصحة والراحة. بالصحة والراحة.